النادي الاهلي شرف الكره المصريه، شرف الكره العربيه، شرف الكره الافريقيه. مين بيروح كاس العالم انديه غير النادي الاهلي؟ ده حتى لما بنتكلم عن كاس العالم 25 بنسخته الجديده اللي هتتعمل في امريكا، النادي الاهلي حاطط رجله من دلوقتي. النادي الاهلي مشارك فيها من دلوقتي. فاحنا بنتكلم على نادي عظيم، نادي كلنا بنفخر بيه. نادي الاهلي مش مجرد اسم، مش مجرد شعار، النادي الاهلي ملوك اللعبه. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها بنعليها، احنا بدعنا الصنعه انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسال يا ابني علينا. الاهلي في دي القاره واتقال واحد فيها، بطوله يمين بطوله شمال، كله على السكه وشغال. الضربه الاضيع تتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا. الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا بنعليها بنعليها، احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا. الاهلي في دي القارة واتقال واحد فيها، بطولة يمين بطولة شمال، كله على السكة وشغال. الضربة الاضيع تتشال، الاهلي معلم اجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا. الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.